ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أظهر شريط فيديو تداولته العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي كيف تم استقبال الفريق الجزائري للكرة الطائرة بمدينة المحمدية بتاريخ 10 شتنبر الجاري، حيث تم استقبال الجزائريين بحفاوة قل نظيرها دون أن يتم توجيه أي كلمة تسيء لهم، بل تم استقبالهم بكل روح رياضية، مما يؤكد بلا أدنى شك أن الشعب المغربي أصيل ويتمتع بأخلاق عالية. في حين ظهر كم الحقد والكره والبغض والحسد في الجزائر حكومة وشعبا، وكيف عبروا عن ذلك في المقابلة النهائية التي جمعت المغرب بالجزائر، والتي كشفت بما لا يدع مجال للشك أن هذا الشعب عدواني ولا يصلح التعامل معه البتة. ولادكم عندنا في المغرب نهار 10/9/2022 بطولة افريقيا ديال الهولي الاقل من 19 عام، ها هو ما كاينش يقرب لهم بكلمة، والكلمة ما كاينش يدوى معاهم القلب. انتوما ولادنا مشوا عندكم في الخصوم، ها هما ما كاينش يدوى معاهم، ما كاينش يدوى معاهم، ما كاينش اللي يقرب لهم، ما كاينش اللي قاسي كيتسالموا الدنيا هانية وما واقع والو، ماشي بحالكم القلب، ماشي بحالكم القلب. أولادكم هما عندنا، أولادكم هذوما أولادكم، هكا الجزائر، ولكن حتى المملكة المغربية ما دوا معاهم حتى شي واحد.